ارجع تاني لحكايه رمضان صبحي نفهم اكتر ايه الوضع، الوضع فين دلوقتي ورايح لفين، مع سياده المستشار هاني زهران محامي رمضان صبحي. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. اهلا كابتن كريم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. كنت لسه مفيش من لحظات قلت انه الخبر بالنسبه لنا يعني يقلق وصادم ويزعل ويخوف، وان شاء الله باذن الله الامور تمشي على خير بالنسبه لرمضان صبحي، بس عايز افهم من حضرتك الوضع الحالي ايه ورايحين لفين. والله الوضع الحالي ان احنا بعد ما تم اختارنا بعقوبه الايقاف المؤقت طبعا يعني للفريق العمل اجتمع وقررنا ان احنا نطلب جلسه استماع عاجله من لجنه الاستماع تبع النادو. هي طبعا اللجنه بتبقى محايده على اساس ان هي تفصل في الامر، يعني يقدم امامها الدفوع وان شاء الله تكون يعني صدرها رحب انها ترفع الظلم ده عن اللاعب. انت حضرتك شايفه ظلم؟ ده اكيد، يعني احنا بالنسبه لنا من وجهه نظرنا ده ظلم. طبعا هي اختلاف وجهات نظر وهو ده اللي في الاخر بنحتاج حد يفصل ما بيننا فيه، سواء لجنه الاستماع او لا قدر الله لو اضطرينا ان احنا نروح الكاس. لكن طبعا احنا شايفين ان هي منطقيا عينتين يستخدموا من اللاعب خلال 45 دقيقه. عينه اولى تطلع من المعمل بيتقال عليها غير نمطيه، والعينه الثانيه تطلع سلبيه بعد 45 دقيقه. فالعينه الثانيه دي هي المفروض اللي بتاكد على نتيجه العينه الاولى اذا كانت سليمه ولا لا. فلما تطلع سلبيه العينه الثانيه المفروض ان احنا نكتفي بذلك. اما طبعا توقيتات التحقيق واخذ العينات من رمضان من شهر اغسطس 23 عشان يتم اختارنا اول امبارح انه تم ايقافه، يعني فيها برضو علامات استفهام، تثير علامات استفهام كتير. تثير علامات استفهام زي ايه يا فندم؟ يعني برضو ان احنا حابب افهم هو ليه برضو الفتره دي كلها وبعد كده تم ايقافه دلوقتي. هو رمضان على البروجرام بتاع الوير اباوتس، هو ملتزم بقى له فتره ان هو بيعمل طبعا التحاليل في اي وقت بيطلب منه. وفي اجراءات لعمل التحاليل دي بتبقى طبعا مفترض ان جميع الدي سي اوز اللي هم الدوبنج شيف اوفيسر يبقوا مطلعين عليها وعارفينها جدا، ان هو لازم لما بيقرر ان هو ياخد لعيب للتحليل بيبقى ما بيغيبش عن نظره، بيبقى لازم يبقى تحت السايت بتاعه تماما وياخد منه العينه. فبالتالي يكون ان هو يجي يقول لي كان في تلاعب، ده هو اللي جاوبني ازاي حصل تلاعب، مش انا اللي المفروض افسر ايه التلاعب اللي تم. وخاصه ان زي ما بقول لحضرتك العينه الثانيه اللي استخدمت بعد 45 دقيقه من نفس اليوم سلبيه. طيب اللي عايز يتلاعب في الاولى هيتلاعب في الثانيه لو في نهايه تلاعب يعني. طيب انا امبارح من بعض يعني مصادرنا فهمنا انه عقوبه التلاعب دي قد تصل لاربع سنوات، الكلام ده مظبوط يا فندم؟ مظبوط مظبوط. للاسف الشديد طبعا تهمه يعني جسيمه ان احنا يتقال ان في لاعب بيتلاعب، لاعب مشهور كمان بيتلاعب بنتيجه عينه تحاليل. وطبعا احنا نتمنى زي ما بقول لحضرتك ان لجنه الاستماع هنا هي لجنه محايده مشكله من خبراء في المجال، المفروض ان هم يتفهموا الاجراءات ويعني نبقى نوصل لبعض التفسير ازاي هي عينه غير نمطيه. طيب لجنه الاستماع ديت حضرتك بتقول لي لو ما يعني دفعاتكم ديت ما خدوش بيها هتصعد الموضوع للمحكمه الرياضيه. ده اكيد، ما نتمناش ذلك ولكن ده اكيد، هو ده ملجانا الاخير. الوضع بالنسبه لرمضان صبحي دلوقتي مضطرب، قلقان، متضايق، زعلان، محبط، ولا عنده ثقه انه الامور هتمشي بشكل لمصلحته يعني؟ يعني هو زيه زي اي حد بيحس بالظلم، فبيبقى يعني على يقين طبعا ربنا ان شاء الله هينصره. ولكن طبعا هو يعني اي حد فينا في اي مجال لو جاله خبر بيهدد كاريره طبعا اكيد هيتهز واكيد هيبقى في موقف لا يحسد عليه. صحيح. ولكن نتمنى ان شاء الله ان احنا نتجاوز النقطه دي وباذن الله ان احنا الموضوع يخلص في اقرب وقت ممكن ان شاء الله في مصر من غير ما نضطر نرجع لبره باذن الله. المستشار هاني زهران محامي رمضان صبحي، انا بشكرك شكرا جزيلا.